تمام، نظرا بس لدي الوقت، فايه احنا مش هنعمل فصل سادس وسابع. هما فيهم كلام كتير قوي تكرار للقديم، وفيهم كلام جديد طبعا، يعني زي التسويق ومش عارف الإدارة والكلام ده كله. بس ما زي ما قلت كده مفيش وقت، فاحنا هنحل أسئلة، هنحل يعني شيتين أسئلة، ونحل امتحان جه لكلية معينة، أنا مش عارف الصراحة اسم الكلية دي ايه، بس هنحله يعني النهارده. حلو، فنبدأ بأول سؤال. قال لك ده صح وغلط، لو صح ألف، لو ب يعني غلط. قد يتوافر لأي طالب الأفكار والأموال، لكن تبدو المشكلة في عدم معرفة كيفية استخدامه لإنشاء مشروع ريادي. لو فاكرين إحنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده، في إن أنت مش عارف إنك تجيب الفكرة بتاعتك وتخليها على أرض الواقع، وتخليها تعمل فعلا محاكاة على أرض الواقع، إن البتاع دي فعلا تبقى حقيقة. لما لو فاكرين كان هي دي فايدة حاضنة الأعمال. حاضنة الأعمال كانت هي اللي بتكبر المشروع لو فاكرينها. تاني سؤال، هناك سؤال استراتيجي يجب ان يساله الطالب لنفسه، هل ارغب ان اكون موظف او رائد اعمال؟ احنا برضو كنا اتكلمنا في الحته دي، اللي هو طب طالما انا عندي، لو انا عندي يعني الصفات بتاعت رائد الاعمال الخياليه دي، ليه ما بقاش موظف؟ فانت انا عايز تسال نفسك السؤال الاول، انت عايز تبقى موظف ولا رائد اعمال؟ فالاجابه طبعا صح، رياده الاعمال التي تعني تقديم منتج او خدمه او فكره ابداعيه رائده لم سبقك اخرون اليها. طبعا صح، احنا قلنا فكرة المشروع لازم تكون جديدة، محدش قالها قبلك، وان هي اصلا الريادة ان الفكرة، هي الفكرة موجودة من زمان، بس الايه الحرفنة بقى في انك تلقطها. وبعد كده عندنا السؤال اللي بعد، يرى الكثير من الممارسين والخبراء ان بدء مشروع او بدء مشروع ريادي يعتبر من اصعب الاشياء، لكن الحفاظ على بقائه واستمرارته بالنجاح هو الاسهل ولا يمثل اي تحدي لرائد الاعمال. طبعا غلط، كنت اتكلمت في النقطه دي، بس انا شاكر فين ان الفكره ان انت خلاص عملت المشروع، والنقطه دي موجوده اعتقد برضه في الفصل السابع، ان هو في مراحل للمشروع. المرحله اللي في الاول اللي هي انت بتبدا المشروع، انت كرائد الاعمال انت عامل زي الاخطبوط، انت بتتحكم في كل حاجه في المشروع، انت المدير، انت اللي بتولد افكار جديده، انت اللي بتعين الموظفين، انت اللي بتتابع مع العاملين، الكلام ده كله. لكن بعد كده بتخش في مرحلة تانية، وقت ما لو المشروع بتاعك نجح وكبر، فانت بتخش في مرحلة انك كبرت، فكبرت معناه ان انت عايز تنتج اكتر، عايز تنتج اكتر يعني عايز عمال اكتر، عايز عمال اكتر معناها ان انت صح، يعني هيبقى ايه بقى في صعوبة في انك تتحكم او مش تراقب كل واحد بيعمل ايه، او ان يحصل رقابة بمعنى اصح على المنتج اللي بيطلع، فانت بتضطر انك تجيب ناس تدير على الموظفين، وتجيب ناس تدير على المديرين، وتجيب حد اتش ار مثلا، هيومن ريسورسز، هو اللي يتعامل مع الناس او هو اللي يوظف الناس مثلا، وبتجيب مثلا مدير مالي للمشروع، او اللي هو اللي فاهم في الفلوس، وتكون انت لسه محتفظ، او انت اللي بتقدم ريادك ككلمة. انا مش عارف انا ليه بقول كل ده، بس هي الاجابه لا طبعا غلط. التحدي اصلا الصعب انك الاستمرارية والحفاظ على بقاء المشروع. السؤال اللي بعده، الأفكار الإبداعية دائما موجودة، لكن العبرة بمن يلقطها. طبعا صح، كان في حد قالها، حد مشهور قالها، أنا مش فاكر مين، وأنا قلته بس أنا برضه مش فاكر مين. المهم، الأفكار تأتي دائما من مشاكل الناس، فكون قريبا. أه طبعا، أه لما قلنا أقعد واسمع من ده، لو انت قاعد على قهوة، اه لما قلت ان ايه واحنا قاعدين على قهوة انت بتقعد تسمع المشاكل، فبدل بقى ما تسمع المشاكل خلاص لا تسمع المشاكل، وتقول اه طب والله احنا ممكن نعمل كذا كذا. طبعا فاكس يعني، ان معرفة رائد الاعمال او صاحب المشروع الصغير لأسرار الصنعة يضمن وحده نجاح المشروع. طبعا لا، قلنا رائد الاعمال في ثلاث حاجات مهمة، ثلاث نقط مهمة، انه يكون عنده بعد فني، عنده بعد اداري، وعنده اللي هي كان ايه، وعنده البعد الريادي. هي كانت الريادي ان هو يبقى مبتكر، ان هو الحاجه اللي هيطلعها دي حاجه جديده. البعد الفني ان هو يبقى اصلا فاهم في الحد دي اللي هي النقطه اللي هو بيتكلم عنها في السؤال. قال لك اسرار الصنعه يضمن لوحده نجاح المشروع؟ طبعا لا، لازم تكون تفهم في الاداره، ولازم تكون الحاجه بتاعتك جديده، يعني تفهم في الرياده. لو انت ما تفهمش في الاداره فجيب حد يدير، مش عيب ومش غلط، وبتفضل رائد اعمال عادي جدا برضه. السؤال اللي بعده، الشخص المحترف هو الذي يحترف مهنه كحرفه بصفه منتظمه ومستمره بقصد الاكتساب او الارتزاق منها مع التركيز والتفرغ التام لها. طب بالراحه، واحده واحده. قال لك الشخص المحترف هو الذي يحترف مهنه كحرفه بصفه منتظمه، حتى ساعه ما يعني اه يعني لحد صفه منتظمه مستمره. صح، لان احنا لما قلنا انت ما ينفعش تكون مثلا بتعمل 500 حاجه وفي الاخر عايز تنجح في ال 500 حاجه، لا انت لازم تركز على حاجه معينه عشان تنجح فيها، الحاجات التانيه تبقى الوقت فيها قليل قوي، تركز حاجه واحده، ده لحد بصفه منتظمه ومستمره. بعد كده بقصد الاكتساب والارتزاق منها طبعا، يعني مع التركيز والتفرغ التام لها. طبعا طبعا طبعا. ان معنى كلمه ريادي في اللغه العربيه هو اول من ينطلق مشروع ما ويمهد الطريق امام الاخرين بهذه الانطلاقه. طبعا مش عارف الاسئله بديهيه كده، دي ما كانش ليها لازمه بديهيه، ده ما يفكر الجميع بالطريقه ذاتها، فهذا يعني ان لا احد يفكر. اه انا فاكر ان كان في حد قالها، في حد مهم قالها،
قال لك عندما يفكر جميع الطرق ذاتها فهذا يعني ان لا احد يفكر. انا فاكر ان انا قلتها بالطريقه دي كمان. ماشي، اختر الاجابه الصحيحه. يقصد بالقدره العقليه والفكريه لرائد الاعمال هي الالمام بمجال العمل، ولا فهم واستيعاب الامور، ولا مهاره التعامل مع البشر، ولا حب الانجاز. هنا بقى احنا نقف وايه ونيجي للكتاب. لغايه دلوقتي احنا تقريبا ما جيناش للكتاب غير مره او اثنين في الاسئله اللي فوق دي، بس دلوقتي هنضطر ان احنا نروح للكتاب. فانا ايه هقعد ادور بقى واجي لك تاني. انت ممكن تدور انت كمان، يعني مش لازم بس انا اللي ادور. اقعد دور، اعمل حاجه يا عم، اعمل حاجه، لقمه عيش للامتحان اللي انت رايح لبكره. انا فتحت صفحه 52، قال لك خصائص وقدرات، خصائص وقدرات مميزه لرائد الاعمال. قال لك ايه بقى؟ القدره العقليه والفكريه. عندي اهي القدره العقليه هي تاني واحده. عايز هو بقى يقصد بها ايه؟ ان هو اللي يواجه الاخرين، وهو منبع الافكار الجديده في المشروع، مش عارف ايه. هذه القدره في الصياغه، ولكي تطيع لابد ان لديه القدره على المشروع. لديه القدره على رؤيه المشروع بصوره متكامله، واذا كانت القدره التميز، مش عارف ايه، كيفيه اداء كل نشاط، قدره عقليه. فان القدره العقليه والفكريه تساعده على كيفيه ربط هذه الانشطه مع بعضها، وتحويل الفكره الى منتج او خدمه مبتكره ومبدعه. كما يميز القياده من الخلف في بعض الاحيان، فهو لا يترك موظفيه يواجهون اي حاجه. فين بقى؟ الالمام بمجال العمل؟ لا. فهم واستيعاب الامور؟ مهاره التعامل مع البشر؟ لا. التعامل مع البشر تحتها. حب الانجاز؟ فلا، ده مش حب الانجاز خالص. هي القدره العقليه والفكريه تساعد على كيفيه ربط الامور ببعض في المشروع ومش عارف ايه وكده. الالمام ليه لا الالمام بمجال العمل؟ الالمام بمجال العمل انك تعرف مين المنافسين اللي عندك، تعرف المنتج ده يعني مين بيطلعه بأني جوده، بحيث انك تعرف بقى يعني مثلا شركه علان مثلا بتطلع منتج، بس المنتج ده ناقصه مثلا ان لونه واحد، فانت تطلع نفس المنتج بس لونه يبقى حلو، فانت كده تفوقت عليه. ده كده المام بمجال العمل. السؤال الثاني، تتسم فكره المشروع الريادي بانها يجب ان تكون، مش هنضطر نرجع تقل، عاديه او قد تكون مكرره، نسخ ولزق، جديده تماما ومبتكره، الف وباء. اكيد اكيد، يعني جديده تماما ومبتكره. افضل رواد الاعمال في العالم هم الذين يعتمدون على الموهبه؟ لا. العلم؟ لا. انا كنت عارف، كنت عارف، ما كملتش بس كنت عارف، كنت عارف ان يقول كده. لم يتلقى تعليم؟ لا. كل من الف وباء، الموهبه الرياديه والعلم. اهلا. رياده الاعمال هي صفر رائد الأعمال، رحلة سهلة، رحلة صعبة، ليس فيها مخاطرة. مش عارف الأسئلة دي، أكيد رحلة صعبة. رائد الأعمال في نظر بلده ومواطنيه شخص عادي، ولا بطل، ولا شخص متوسط الذكاء، لا شيء مما سبق. أنا مش فاكر أوي إن هي اتقالت يعني، بس بطل وخلاص يعني، مش هنتناقش. بس هو يعني في نظر، يعني إحنا مثلا لو بصينا على مثلا نجيب سويرس، مثلا بصينا على مثلا مجدي يعقوب، فهنلاقي إن كل دول ناس ريادية جامدة. لا لا، انا اسف. فدول بالنسبه لنا ايه؟ ابطال. وبص على مجدي يعقوب، مش عارف ايه الكلام ده كله، ربنا يخليهم لينا ان شاء الله. الدخل المحقق من رياده الاعمال الناجحه عاده ما يكون ثروه، دخل معقول، دخل متوسط، الف وب. طبعا ثروه. اذا اختار الف وب فانت يعني ايه، راجع حياتك تاني. بهزر بهزر، بس يعني اكيد مش ثروه، دخل معقول. دخل المحقق من المشروع الناجح طبعا ثروه. المخاطره في رياده الاعمال عاده تكون اكيد عاليه جدا، عادة ما يكون أثر المشروع الريادي على الاقتصاد القومي ضخم جدا. الفرص الوظيفية التي يخلقها المشروع عالي جدا. مش عارف ماشي. لكي تكون رائد أعمال ناجح، فمن الأفضل أن تكون تبحث لمنتجاتك عن عملاء. اتكلمنا في الحتة دي، اتكلمنا، أنا فاكر إن اتكلمنا في الحتة دي. قلنا العرض والطلب، قلنا إن الطلب هو اللي بيخلق العرض، مش العرض هو اللي بيخلق الطلب. يعني ان لو الناس عايزه حاجه والناس بتطلب حاجه، فالعرض بيزيد. يعني مثلا الناس عايزه شوكولاته مثلا، فتلاقي الشوكولاته كده حلو، لكن مش العرض هو اللي هيزود الطلب. مش انا لما اعرض شوكولاته كتير مثلا، واحنا ما فيش حد يعني عايز شوكولاته، ف دي حاجه مش صح. مش هتخليهم ايه ده انا عايز شوكولاته، لا مش كده اكيد. فهي تبحث لعملائك عن منتج جديد. ان الافراد الذين يدرسون ويتعلمون مقررات الاعمال يحققون ارباحا تفوق نظرائهم. الذين لم يدرسوا ويتعلموا بنسب تتراوح بين، لا ما اللي انا استطيع تحديد، هي الخط مش باين، بس هي الاجابه اللي انا استطيع تحديد نسبه معينه. طبعا كان في الكلام ده، انا فاكر ان هو، لا تصدق بقى، لا انا هرجع للكتاب الفصل الاول. انا فاكر ان هو كان في حاجه تابعه للستات. اهو اهو، وقد اظهرت نتائج الدراسه ايضا ان تسع، لا ماشي خلاص. ولكن قلت حاجه، ليس شرطا ان تنسجم متطلبات رياده الاعمال مع ايه، ملوكات تقريبا، وقدرات ورغبات وطموحات رائد الاعمال. ليس شرطا ان تنسجم متطلبات رائد رياده الاعمال
مش عارف. لا دي صح. ليه؟ مش شرط أن تنسجم متطلبات ريادات الأعمال مع ملكات وقدرات ورغبات وطموحات رائد الأعمال. أعتقد الإجابة الجملة دي أعتقد غلط. يعني هراجع وبكتب في أي حتة، هكتب في الديسكريبشن أو أي حاجة أو في الإيديت أي حاجة يعني، بس هعدي دلوقتي. كلما كانت أهداف رائد الأعمال غير متطابقة مع المزايا التي حققها المشروع، أدى ذلك إلى سهولة تحقيق هذه الأهداف وبالتالي نجاح المشروع. كلما كانت نقرا تاني بالراحة، أنا لسه بقرا بتاع ده أول معاك. كلما كانت أهداف رائد الأعمال غير متطابقة مع المزايا، ماشي ماشي، أدى ذلك لسهولة تحقيق الأهداف. لأ غلط. ليه غلط؟ اللي هو بيقول لك إيه، لو أنت أهدافك حاجة والمزايا اللي طلعوش من المشروع حاجة تانية، كده انت تحقق الاهداف دي بسهولة؟ لا. وبالتالي نجاح المشروع؟ لا برضه. انت عايز حاجة واللي طلع لك حاجة تانية، ده مش نجاح مشروع طبعا. لا تعتبر ريادة الاعمال محرك ودافع اساسي لخلق فرص عمل جديدة وبالتالي نمو الاقتصاد. لا تعتبر ريادة، لا طبعا تعتبر ريادة الأعمال. فالإجابة غلط. تمثل المنافسة إحدى المشاكل الأساسية عند إمتلاك مشروع ريادي صغير. طبعا يعتبر توزيع العمل بين الموظفين وتحديد من يعمل من مع من ايه اه من يعمل مع من احد مشاكل المشروعات الريادية الصغيرة. توزيع العمل بين الموظفين تحديد، لا هي الإجابة غلط. مش مشكلة، لا مشاكل المشروعات الريادية الصغيرة مش مشكلة خالص. انا فاكر ان كان ليها، فاكر ان ليها حاجة بس لا مش خالص، مش خالص هي دي مش مشكلة خالص. يعني ما اعتقدش انها مشكلة للمشروعات الصغيرة. وحاليا انا في طريقي الى اهو، يعني ادي المشاكل: تذبذب المبيعات، المنافسة، تحمل كل المسؤولية، تحمل الخسائر المالية، العلاقة مع العاملين، القوانين والتشريعات مخاطرة الفشل. لكن لا ما فيش، لا غلط. ان اخطر مشكلة تواجه صاحب المشروع الريادي هو تعرضه للخسارة معظم او كل رأس ماله في المستثمر. طبعا صح. لما قلنا انك حرفيا هتسف التراب او رميت فلوسك على الارض لو المشروع بتاعك خسر، لانك انت مثلا استلفت من البنك قرض معين مثلا، فالبنك مش هيسيبك. استلفت من صاحبك بقى، على حسب صاحبك هيسيبك ولا مش هيسيبك. هنركز الفلسفة نركز أو تركز الفلسفة التي تتمحور حول الفردية، لأن هناك شخص قوي الذي يقوم باتخاذ القرارات وحده داخل المشروع. أكيد يعني طبعا أنت لوحدك، فأنت لوحدك اللي هتاخد القرارات. تعتبر الاستقلالية في اتخاذ القرارات أهم مزايا. مزايا إن أنت لما قلنا استقلالية، مش هيجي حد يقول لك هات مثلا بعد ما تكسب 1,000,000 جنيه هيقول لك هات مثلا النسبة بتاعتي. مش هيجي حد يقول لك او مثلا لما قلنا صح، لما قلنا الفرق بين اليوتيوب مثلا والاعلام اللي على التلفزيون او على الراديو او على اي حاجة. على اليوتيوب انت عندك الحرية تكسبريس الفيلينجز بتاعتك كلها، تتكلم عن اي موضوع براحتك من غير اي خوف ومن غير اي تردد وبالطريقة اللي انت عايز تقدمه بيها وكل حاجة. مفيش وقت معين، لا انت براحتك جدا جدا. يعني يعتبر تحمل كل المسؤولية احد اهم العيوب انا لسه قايلها. انت بتحس ان انت يعني لو انت الليدر مثلا بتاع المشروع، اللي هو انت رائد الاعمال، لو المشروع خسر انت هتتحمل اي حاجة. فاهم؟ لو في عامل غاب فانت بتحس كده من جواك ان انت انا غلطان ان انا جبته، فانت بتأنب ضميرك. طبعا دي حاجة وحشة، فهي عيوب المشروع. تركز الفلسفة التي تتمحور حول الجماعة، اشراك العاملين في اتخاذ القرارات، ان هناك شخص واحد ياخذ القرارات، تحديد الهيكل التنظيمي، كل مسألة. الفلسفة حول الجماعة، طبعا هناك شخص واحد غلط، اشراك العاملين صح، تحديد الهيكل التنظيمي المناسب للمشروع ملهاش علاقة اعتقد. يعني اصل هي طالما مش دي وهي طالما دي فهي خلاص دي، لان هي دي ومش دي. خلصت؟ خلصت. ده كانت نتيجة تحليل الأداء الشخصي الذي حصلت عليه. فاكرين الفصل التاني لما كان في جدول كبير كده وقلت لك املى الجدول ده مش عارف من 5 نقط من 1 لـ5، لو تنطبق تماما تبقى 5، لو ما تنطبقش تبقى 4 3 2 1، ومش عارف قلت لو انت جايب درجة عالية فانت فكك من الفيديو ده، لو انت جايب درجة متوسطة فانت لا كمل معانا شوية، جايب درجة قليلة فانت روح بيتك نام. فعموما يعني لو حصلت على 100 درجة فأنت تحتاج لبعض تدعيم لقدراتك الريادية. هتلاقوا البتاع دي فين؟ هتلاقوه في الفصل التاني، في آخر حاجة خالص الفصل التاني. إذا كانت نتيجة 170، لا ده أنت كده عايش يعني، تصلح لأن تكون رائد أعمال. جو أهيد. إذا كانت نتيجة التحليل 75، أنت you need to rethink the purpose of life، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والدراسة. هناك نقط مداخل لتطوير عمليات الإبداع. هناك 4 مداخل. البتاع دي كانت في يا ربي كانت فين، فاكر ان اهو
صفحة 57، هناك 4 مداخل لتحقيق عملية الإبداع، وهي الابتكار، القدرة على تجميع الأشياء، تقليد الآخرين، نقل الأفكار الناجحة. يتسم رائد الأعمال بحب الإنجاز العالي. يا الله على حمادة هلال. ماشي، البريد الإلكتروني هو الخدمة الوحيدة التي يمكن أن يستفيد منها صاحب المشروع الإلكتروني الصغير. إيه فين السؤال؟ البريد الإلكتروني هو الخدمة الوحيدة التي يمكن أن يستفيد منها صاحب، لا طبعا في خدمات كتير، في خدمات كتير جدا، في خدمات الأعمال إيه اسمها إيه؟ المحمول، حاجة لها الموبايل أبلكيشنز، بس كان اسمها بالعربي. ادي اعمال الكترونيه صغيره، وعندك اعمال محموله صغيره، مش بريد الكتروني بس. يعني انت عندك الفيسبوك، لما اتكلمنا في الاعمال المحموله الصغيره، كان عندك الفيسبوك، عندك الواتساب، لما قلنا ان في ناس بتعمل جروبس على الواتساب، بقت منتشره شويه دلوقتي. يعني السوق المادي سيظل هو الوسيله المضمونه لزياده مبيعات الاعمال الصغيره. اكيد بيتاثر جوهر العمليه التجاريه، اللي هو تبادل نتيجه للاعتماد على التجاره الالكترونيه بالراحه. التبادل كان في صفحه 95، فاحنا هنفتح التابلت ولا لا؟ لا لا، في صفحة 93. حلو، 93 في النص كده هتلاقي قوسين، فهو ايه بقى؟ بيقول لك فجوهر اي عملية تجارية اللي هو التبادل يتمثل في وجود طرفين مش عارف ايه. السؤال بقى، هل هو التبادل بيتأثر نتيجة الاعتماد على التجارة الإلكترونية؟ طبعا. المهم بقى ان انا اصلا ما كانش هدفي من الفيديو ده ان انا احل مجرد اسئلة كده وخلاص، طبعا حاجة كويسة يعني، بس انا عارف ان انا كنت احل امتحان، لان فكره الامتحان ده يعني مختلفه شويه عن فكره امتحان التفكير النقدي. حلو، الامتحان ده عادي فيه اسئله زي اللي انا جاوبتها من شويه، بس دي بتبقى في الاسئله اللي هي عاديه، اسئله عامه. لكن هيجي حاجه زي كده، زي درس القراءه اللي احنا هنقراه دلوقتي ده، وهيجي عليه اسئله احنا هنجاوب بناء على قرايتنا. شكرا شكرا على الصوت الجميل. بناء على الجمل او بناء على القطع اللي احنا هنقراها، هي درس قراءة عربي بالملي، درس قراءة قراءة يعني، عارف انت ايه اللي هو الاجابة محطوطة في القطع هي دي. فالمهم ان القصص اللي هو جايبها دي، انا سألت عندنا احنا في كلية هندسة، سألت الدكتور قال لي ان هو الامتحان هيجي غالبا حاجة زي دي، هيجي قصص اللي هم موجودين قبل كل فصل، يعني قبل كل فصل كده لو انت معاك كتاب هتلاقي ان هو في مثلا قصة عزة فهمي، هتلاقي قصة مثلا نايك او نايكي على حسب بقى انت عايز تنطقها ازاي، في قصة مثلا بيل جيتس، في قصة محمود العربي، مش عارف قصة كينجن، مش عارف قصة بقى اي حاجة. فهو في كذا قصة، هو هيجيب القصص دي ويحط قطع معينة قدامك ويسألك عليها اسئلة معينة. فنبدأ بأول حالة عندنا، هي إيه؟ عزة فهمي. عزة فهمي اختصارا كده سريعا للقطعة اللي فوق دي، عزة فهمي دي كانت شغالة خياطة عند، أو ترزية عند واحد في خان الخليلي. بعد كده هي كانت بتتعب جدا معاه، وكانت بتفضل قاعده بالليل تشتغل لغايه ما هي كانت عايزه ان هي ايه تدخل الخياطه، او ان هي تبقى ترزيه يعني، وان هي في نفس الوقت عايزه تعلي القيمه بتاعت اللغه العربيه والخط العربي والكلام ده كله. وهي في الاخر فتحت محل خاص بيها او ورشه خاصه بيها ومش عارف ايه الكلام ده كله. فاحنا هنبدا بالاسئله بس، وبعد كده هنبص فوق نجيب الاجابه من فوق. حلو، فهو اول نوع من الاعمال مارسته عزه فهمي تصميم مجوهرات، تصنيع مجوهرات، رسامه للكتب كل مصنع. هي قصه عزه فهمي ان هي اشتغلت عند الحاج سيد بتصمم مجوهرات. حلو، وهي كان عندها اصلا حاجه مثلا زي ما نقول كده ايه وظيفه ليها، ان هي كانت رسامه للكتب اللي بتصدرها الحكومة المصرية. فهي كانت بتفضل شغالة في رسامة الكتب عشان تتعلم، عشان الحكومة المصرية مثلا تديها منحة أو حاجة إن هي تتحقق، عشان أو تاخد فلوس إن هي تطور موهبتها في التصميم وتصنيع المجوهرات. حلو، وبعدها فتحت الورشة بتاعتها الخاصة أو مشغلها الخاص يعني، زي ما هو قايل كده وبس. فانت بقى شوف، يعني انا رايي ان هي، انا هاخدها كل ما سبق لاول نوع من الاعمال مدرسته هو تصميم ولا تصنيع ولا رسام الكتب، انا هاخدها كل ما سبق، رغم ان هي ممكن تبقى تصميم بس، لان هي اول نوع من الاعمال اللي مارسته مع الحاج سيد كان تصميم، لكن لوحدها كان تصميم وتصنيع ورسام. حلو حلو، السؤال الثالث، الثاني قصدي، بيقول لك احد المعتقدات عن المشروعات الصغيره ان الخبره الفنيه فقط اهم متطلبات البدء في مشروع صغير. السؤال لو وقف هنا لحد مشروع صغير، فالاجابه ان ده معتقد خاطئ، لان ده الموضوع ده غلط. حلو، بس هو بيقول لك هل ينطبق هذا المعتقد على حاله عزه فهمي؟ حلو، رايي كحازم ايمن ان عزه فهمي كان فيها البعد الفني حتى الان، حتى هذه الفقره، وهو بيسال على الفقره اللي فوق دي،
هي كان فيها البعد الفني لكن ما فيهاش لا الريادي ولا الاداري. فانا رايي ان هو نعم حلو. في حاله الاجابه بنعم، هو بقى بيقول لك حاله الاجابه بنعم، هل طبيعه الخبرات والمهارات التي اكتسبتها عز فهمي من دراستها لها علاقه بالطبيعه الفنيه لنشاط تصميم وصناعه المجرات؟ يعني هل خبراتها ومهاراتها الحاجات اللي كسبتها عز فهمي من الاخر من دراستها لما راح جامعه بولي 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 بتاع دي ايه، بولي تكنيك تقريبا بولي تكنيك يعني في لندن، هي لما راحت هناك كسبت مهارات، لما راحت تتعلم هناك كسبت مهارات لها علاقه بالطبيعه الفنيه لنشاط وتصميم صناعه المجوهرات. اه هي راحت اتعلمت حاجه لها علاقه بالمجوهرات الصناعه والتصميم. اه حلو. بيقول لك بقى في حاله الاجابه بلا، عشان كده لا لو لا، فهل هي كان عندها البعد الفني؟ اه. طب هي كان عندها البعد الاداري؟ هتقول لي اه، هقول لك طيب. هل هي كان عندها البعد الريادي؟ هتقول لي اه، هقول لك طيب. ما فيش كل مما سبق، في كل من ب وجيم. هتقول لي طب ما كان عندها البعد الفني والريادي، هقول لك البعد الفني وش دي 100%. يعني بص البعد الفني دي حاجه كده ايه 100% صح. البعد الاداري والريادي انا مش متاكد، وهو ما فيش هنا كل مما سبق، وهي مش كل من ب وجيم، هي مش كل من ب وجيم، لان هي كان عندها البعد الفني. الاجابه لازم يكون فيها ايه انكلودنج البعد الفني. فمن الاخر يا جماعه الاجابه بتاعت السؤال الثاني نعم، والإجابة بتاعت السؤال التالت آه نعم، والإجابة بتاعت السؤال الرابع أنت مش هتجاوبه عشان هو أنت واد جامد في التجاوبين قوي، تعرف نقول إيه. المهم، ما سر وأسرار نجاح عز فهمي كرائدة للأعمال من وجهة نظرك؟ القراءة والمعرفة، ولا تحمل المسؤولية والاجتهاد، ولا الإبداع والقدرة على الخلق والابتكار، ولا كل من سبق؟ آه سر نجاح عز فهمي هل هي قراءة والمعرفة؟ فأه هي كان عندها قراءة ومعرفة. أه هنا في حتة أنا لما جيت أشرحها صراحة مش كويس قوي، أنا هكون صريح. يعني هو هنا السؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لك ما نوع تعامل عز فهمي مع كل عميل من عملائها في مراحل حياتها العملية المختلفة؟ يعني إيه؟ يعني لما هي كانت عز فهمي بتتعامل مع المتاجر المحلية ومنافس بيها، حلو؟ وبتتعامل مع العملاء، فدي كانت بي تو سي، إن هي المتاجر المحلية دي يعني عايز افهمي دلوقتي في صيغه متاجر محليه ومنافس بيع، حلو؟ المتاجر المحليه ومنافس بيع دي بتعمل ايه؟ بتبيع لبس مثلا، او بتبيع زخرفه، ولا مش عارف اسمها ايه. فهي العلاقه دي بين مين ومين؟ بي تو سي. ايه بقى بي تو بي وبي تو سي وسي تو سي والكلام ده كله؟ بي تو بي ده لو بيزنس تو بيزنس، يعني عايز افهمي بتكلم مثلا كارتييه، فده كده بيزنس عايز افهمي مع بيزنس كارتيه. طب لو عايز افهمي بتكلم او في صيغه ان هي بتبيع، فهي كده بي تو سي. طب لو عايز افهمي بنفسها هي معاها مثلا زخرفه وفتحت سوق دوت كوم مثلا ونزلتها، فواحد تاني جه كلمها فاتفقوا على ميعاد ونزلوا، وهي خدت فلوس، وهو والتاني العميل خد الحاجه اللي هو كان طلبها، كده دي اسمها سي تو سي، كونسيومر تو كونسيومر، بي تو سي بزنس تو كونسيومر، تمام؟ فهي لما كانت متاجر محليه ومنافس بيع دي كانت بي تو سي، العلاقه دي بي تو سي مع العملاء. علامات تجاريه دوليه فدي كانت بي تو بي، كانت بي تو بي. المتحف البريطاني ومتحف لوفر، الحقيقه دي انا ما اعرفش، يعني اعتقد دي اعتقد لا شيء مما سبق، لان هي متحف بريطاني ده مش بيزنس، هي منظمه او مش منظمه حتى، يعني مين يعني مش عارف. الحقيقه ان هو في اصلا يعني في انواع ثانيه، في حاجه اسمها بي تو بي تو بي، يخرب بيت كده، بي تو بي تو سي، يعني بيزنس بيكلم بيزنس بيكلم سي. دي هنشوفها او هتشوفها انت بقى، عشان انا مش هكمل معاك. في بيل جيتس، بيل جيتس اللي انت لما تيجي انا هنزل الحاجات دي، لما تيجي تشوف بيل جيتس هتلاقي ان بيل جيتس كان عشان يتابع العملاء بتاعته ما كانش هو اللي بيتابعهم، كان بيكون في حاجه زي مثلا ناس شغاله او حاجه، هو بيكلم الناس الشغاله دي، الناس الشغاله دي بتعرف من العملاء، فهي كانت بي تو بي تو سي. شفت انت بقى ايه لف الغرام ده؟ بس ما شكل الملكيه في شركتها، قطاع عام ولا قطاع خاص ولا مشترك ولا كل ما سبق؟ طبعا هي كانت قطاع خاص. ما مجال نشاط شركتها؟ صناعي، زراعي، تجاري، خدمي؟ طبعا صناعي. من المشكلات اللي قابلت عز فهمي خلال النمو؟ الافلاس، الاحتفاظ بهويه العلامه التجاريه، المنافسه، التخطيط، كل مما سبق. اعتقد الاحتفاظ بهويه العلامه التجاريه، هي قالت كده في الاخر تقريبا او في الاول. اه اهي. فالجزء الاصعب من العمليه ان تخلق التوازن فتقدم ما يلقي اعجابا عالميا دون تخلي عن هويه العلامه التجاريه. يعني اعتقد انتوا فهمتوا قصدي ايه في الاسئله او نوع الاسئله اللي بيجي، تمام؟ يعني لما انا هجاوب البتاعه دي بسرعه كده، تضمنت مراحل الاداره الاحترافيه لشركه عز فهمي العالميه، التخطيط الاستراتيجي، تنظيم القياده والتوجيه، الرقابه ولا كل ما سبق؟ هي الرقابه الاساسيه. مراحل الاداره الاحترافيه لشركه عز فهمي، اه هي الرقابه اعتقد. يا لهوي استنى، لا اعتقد مش الرقابه، اعتقد هي تنظيم القياده،
قيادة. بيقول لك المرحلة الإدارية المحترفة، هو قال لك في الأول إيه؟ قال لك في الأول إن هو إيه؟ تنافس مش عارف إيه؟ إعادة ماوس بقى مش راضي يتحرك، إعادة هيكلة الشركة، فقد تطور عملها من شركة تديرها رائد أعمال إلى شركة يديرها فريق عمل استراتيجي يتضمن أقسام التسويق والمبيعات والتصميم والتخطيط والتحكم بالجودة، ويدعمه فريقان قويان للشؤون المالية والموارد البشرية وتضمن مش عارف إيه. حلو؟ هو أعتقد التنظيم والقيادة والتوجيه. يرجع سر او اسرار نجاح تحويل عملها من شركه عائليه الى شركه تتنافس ان هو وجود فريق عمل استراتيجي، ولا تميز منتجاتها، ولا تنفيذ العديد من التصميمات الناجحه، ولا اهتمام بالتواصل مع العاملين. هي ما اهتمتش بالتواصل مع العاملين. حلو. هي ما اهتمتش بالتواصل مع العاملين، هي ما نفذتش، يعني مش كان ده السبب ان هي جامده بوفسيك، لا، تنفيذ العديد من التصميمات الناجحه، لا، تميز منتجاتها، لا، هو وجود فريق عمل استراتيجي. هو اهو هو قالها لك اصلا، تحويل عملها من شركه عائليه لشركه تتنافس مع الشركات العالميه، اعاده هيكله الشركه، فقال لك ايه بقى؟ تطور عملها من شركه دولار مش عارف ايه لفريق عمل استراتيجي. شكرا، انا اسف ان الفيديو ده ممكن يكون طويل، هو ما كانش ليه لازمه، بس انا ايه، كنت عايز ان انا اوضح فكره الاسئله اللي هتيجي بالنسبه للجزء اللي انا حليت فيه ده امتحان، ده حرفيا امتحان، احنا لو طلعنا فوق شويه ده اهو، ده امتحان زمن ساعتين 20 درجة، نموذج 3 تقريبا او 2 ايا يكن يعني. بس شكرا جدا. اي انا هبعت، يعني انا هنزل الامتحان ده وهنزل التو بي دي اف فايلز على لينك، هحطه تحت في الكومنت، هحطه تحت في اول في كومنت تحت وخلاص يعني، حاطط اللينك بتاعه يعني، اللي عايز اي اسئلة ممكن يسأل في الكومنت عادي وانا بتابع يعني. بس وشكرا جدا ليكم، وبالتوفيق. بالله عليك، كيف عرفت اني مزنوق وبتتفرج على الفيديو ده؟